في إعادة الحسابات ستكون الصدارة وصلوية قبل المواجهة المنتخب أمام تشيلي وأنغولا، ستكون الصدارة وصلوية. هنا 4 دقائق وقت بدل ضايع في أرضية الملعب. شوفوا الفيرا، يا سلام، لعبها أمامية عمران إدكاس، كرة تسديدة، الله، الوصل خارج الديار يمتح ونحو الصدارة مسرع، الوصل يا الله، ولي الوصل ابتسم، ابتسم دايم وعيشني العمر، تكبر في عيني وفي قلبي تزيد حبي لك مكنون في الصدر، يبقى هذا الحب الوحيد. شوف، شوف الكرة، شوف القوي، كرة قوية ذكية ماكرة من الكاس، والهدف رقم 100 على 100، والهدف رقم 100 للكاس. نعم، جاب الثالث أمام الظفرة وجاب الثالث أمام الشباب، هنا في أرضية الملعب. 3-0 ثقيلة يا شباب.